مشاهدي قناة شوف سبور، أهلا ومرحبا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. البداية بقضية الناخب السابق للمنتخب المغربي بدو الزكي. إذا علمت شوف سبور من مصادر رسمية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدرب السابق توصل بعرض مغري من طرف رئيس الجامعة فوزي القجع لتولي منصب مستشار تقني ضمن اللجنة التقنية للمنتخبات المغربية. وفادت المصادر نفسها أن فوزي القجع واجه مشاكل كبيرة في إقناع الزكي لقبول عرض التعاون مع الطاقم التقني الجديد الذي يتكون من مصطفى حجي كمساعد ثاني للمدرب رونار، إلا أن 30 مليون سنتيم كمعرض مغري ربما قد تغير من رأي بدو الزكي. دائما مع المنتخب المغربي، أكد مصدر جامعي أن الإطار محمد حجي المساعد السابق للمدرب بدو الزكي ضمن منصبه رفقة الناخب الجديد رونار، مشيرا إلى أنه سيتمتع بإمكانيات متعددة تتجلى في تحديد مصير الأسود. وأفادت المصادر أن اللاعب الدولي السابق سيكون صاحب القرار داخل الطاقم التقني للفريق عكس ما كان عليه رفقة المدرب بدو الزكي، إضافة إلى أن راتبه سيتضاعف وقد يصل إلى 30 مليون سنتيم. نبقى مع الأسود. علمت شوف تي في من مصادر مقربة من المدرب السابق للمنتخب المغربي بدو الزكي أن كارلوس دونغا مدرب منتخب البرازيل قدم ليلة أمس الأحد ترشيحه لدى الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لخلافة المدرب السابق. وحسب المصادر نفسها فإن المدرب دونغا أرسل سيرته وادته إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب من رئيس فوزي القجع من أجل تولي مهمة قيادة المنتخب المغربي. بالنسبة للبطولة الوطنية، استنف فريق الرجاء البيضاوي تدريبه اليوم الاثنين استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق الكوكب المراكشي برسم الجولة 17 من الدوري الاحترافي لكرة القدم. وحسب الموقع الرسمي للفريق فإن الخضر سيجرون حصص تدريبية سيعتمدون خاصة على الجانب التقني للفريق بقيادة رشيد الطوسي. ونختم الموجز بالكرة الصفراء، إذ وصل صربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس مع صدور لائحة اللاعبين المصنفين عالميا اليوم الاثنين. وظل البريطاني أندي موراي في المركز الثاني، يليه السويسري روجر فيديرر في المركز الثالث، وحافظ السويسري سانيسلاس فان ريكا على المركز الرابع، بينما جاء الإسباني رافائيل نادال في المركز الخامس. مشاهدينا بهذا وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.